سلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس الخامس عشر من دورة تعلم لغة الHTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم على Entities and Symbol Entities في الHTML. من أجل هذا الدرس قمت بعمل ملف جديد هنا 15 Entity Symbol Symbol HTML. أبري دوكيمو هذا كريت للين برانسيبال باش البراوزر تاعنا يفهم أننا نتعامل مع دوك HTML. اي امباليز اش تي ام ال كي كونتيا دو بارتي برينسيبال هيد اي بودي. في البودي راح نشوفوا درس اليوم عن الانتيتيز. دونك ما معنى الانتيتيز في الاش تي ام ال؟ دونك هذا السؤال اللي يتبادر ذهن اي واحد منكم. دونك قبل ما نجاوبوا على السؤال هذا خلينا نعرفوا امرين رئيسيين في الاش تي ام ال. الاش تي ام ال هو لغه اللي تريزيرفي لنا لي كاركتير تريزيرفينا لي كاركتير وهذوم لي كاركتير لي تريزيرفيهم لنا بور لي كاركتير حنا رومبلاسيوهم بلي زونتيتي. باغ اكزومبل لي كاركتير افيك لو كلافي او ا بي باغ اكزومبل شيفت كونترول اف ان الت اي شاب هادو كاع راهم دي كاركتير دابخي او بيا ابارتير من الكلافي تاعنا. هادو لي كاركتير في HTML راهي ريزيرفيين ونعوضوهم لا ريزيرفاسيون تاعهم نعوضوهم دي زونتيتي. ثاني حاجه اللي لازمنا نعرفوها هي انه كاينين دي كاركتير اللي ما تيكزيستيوش في الكلافي. بار اكزومبل كوم نقولوا الفا بيتا دلتا دلتا اكس ثيتا بيتا زيتا. دونك هادو لي كاركتير نيكزيست با دو الكلافي. دونك ميم سي ما تيكزيستيوش في الكلافي نقدروا رومبلاسيوهم بلي زونتيتي. دونك خلاصه القول لي زونتيتي ترومبلاسينا واش ترومبلاسينا لي كاركتير سوا تيكزيستيو في الكلافي سوا ما تيكزيستيوش في الكلافي. ليسونسييل عندك ان اونتيتي ترومبلاسي لك ان كاركتير. صافي دير كوا عندك كاركتير ليكيفالون تاعو سو فورم دون كود تونتيتي. باش نعرفوا بالخف واش هي لونتيتي عندها دو تيب. عندها التيب الاولاني يعني تكتب اند هذا كاركتير اونتيتي نيم وتمد لها النيم. نيم هذا يكون بريديفيني صافي دير يعني كي تكتبو راح يقعد ثابت في لغه الاش تي ام ال. كي تكتبو وتكتب بوان فيغير هنا راح تافيشي لك هذاك الكاركتير سبيسيال. ولا تكتب اند دياز ولو نومبر دونتيتي بوان فيغير شاك كاركتير عنده ان نومبر تكتبو تافيشي لك الكاركتير من هنا. درك لا ديفيرونس اونتر سيت يوتيليزاسيون اي سيت يوتيليزاسيون سي باري. كي تكتب هذه ولا هذه يعطيو لك الميم شوز. دي فوا تو تروف ايسي النيم بور ان اونتيتي وعندها ليكيفالو ان نومبر ويافيشي لك لو ميم كاركتير. دونك هذه لافونتاج تاعها اننا سهله كي نسميو ان اونتيتي نيم يعني نيم تاع لونتيتي سي فاسيل دو روتونير صافي دير سهله للحفظ. بار كونتر عندها بروبليم مع البراوزر انه ما يسيبورتيش سيرتان نيم ديدونتيتي يسيبورتي سيرتان نيم وما يسيبورتيش ان سيرتان. هنايا هذه لا دوزيام ميثود هي لي تري بويسون لي تري فور لي تري يوتيليزي بار لي بروغرامور بار لي زيتيليزاتور تاع الاش تي ام ال اللي هي بوركوا باسكو بويسون. بوركوا الي بويسون باسكو البراوزر تاعنا يحتوي او يسيبورتي ان جام او بيان ان سيبورت تري لارج دي نومبر. دونك خلينا نفوتو ديريكتومون هذه مقدمه خفيفه على لونتيتي. دونك لونتيتي نقدروا نقولوا هي عباره عن كود يعني كود سواء نكتبوه نومبر سواء نكتبوه نيم. في المثال الاول راح نعرفوا لونتيتي نومبر. لونتيتي نومبر كيما هذا الرقم اللي نشوفوا فيه هنا عندنا كتبنا هذه كتبنا دياز ومن بعد عطينا رقم لهذه الانتيتي. هنا راح تافيشينا ان سيرتان كاركتير. هنا كيف هنا كيف عندنا 3 انتيتي 3 كاركتير سافا اتر افيشي سي. درنا امبيرا باش نديرو سوطا لا لين وعندنا باراغراف سي حابين الباراغراف هذه نافيشيوها نسجلوا النتائج هذه الموجوده حاليا عندنا ونشوفوا. دونك افيشتنا لي 3 كاركتير. انا نشوفوا الكود الاول هذا عطانا الكاركتير الاولاني انا نشوفوا فيه هنايا عند البراوزر. ومن بعد ابري عندنا الكود الثاني افيشنا الكاركتير الثاني يعني راهم دي زاكسون يعني لاكسون غراف لاكسون ايغ اي لاكسون شابو. هادو دي كاركتير بور 3 كود دي زونتيتي 3 كود بور لي زونتيتي.
دونك عندنا التكست هذا كما رانا نشوفوا لافيشاج تاعو هنا ديبوزي بواحد الزي، هنا الا افيشاها لنا بواحد الزي، هنا ثاني بليتون افيشاها لنا بواحد الزي، وديبوزي بواحد الزي. دونك باش نريغلو البروبليم هذا تاع التكست هذا عندنا دو ميثود اون جينيرال. لا ميثود الاولانيه يعني لو بلي يوتيليزي ولي بلي ريسون ا ديفلوبي، صافي دير كوا، صافي دير كو افيك لا فيرسيو لا ديرنيير فيرسيو تاع الاش تي ام ال اللي هي اش تي ام ال 5، لي جون ils ont intégré dans la balise meta intégré في la balise meta un attribut qui s'appelle char 7 تهز لا فالور اي تي اف 8 انطلاقا من هذه الكريتور راح اكتيفيتي لنا كاع لي بروبليم اللي صراو مع الاو اكسون مع كيما الا هذه مع صافي دير هذه. هذا واش هو لي تي اف 8؟ لي تي اف 8 هو تيب لو كوداج او يا سيتي جو دو كاركتير، هو جو صافي دير هو عباره عن اسباس دو كاركتير يحتوي على جميع لي كاركتير اللي تكزيستي في الكلافي واللي ما تكزيستيش في الكلافي، مي ا كونديسيون كو il y a des caractères la plupart des caractères du clavier et la plupart du caractère qui absent du clavier te représente هنا هذا المجال ولا هذا الشون تاع لي كاركتير، مي مش كامل كاينين دي كا بارتيكولي كي اوني اوبليجي ديتيليزي لونتيتي. سي بور سا عملت هذا الكور وهذه هي الاهميه تاع هذا الكور تاع لي زونتيتي في الاتش تي ام ال. تقدر تقول لي مادام عندنا ان جو دو كاركتير يترجم لنا كاع لي كاركتير اللي كاينين في الكلافي واللي ما كانش في الكلافي كوم لي كاركتير ماتيماتيك تيتا الفا بيتا، علاش نستعملوا هذه لونتيتي؟ نكتبوا جوست هذه ورانا مهنيين. والدليل على ذلك كي نكتبوا هذه ونرجستري راح تصرى لنا نعم تم حذف لي بروبليم، يعني هذه ولات كيما حبينا هنايا في التكست تاعنا كيما حبينا، هذه ولات كيما حبينا، هذه كيما حبينا، هذه لابوستروف تو سي ريغلي. دونك سافا، دونك تقدر تقول لي علاه ما نستعملوش هذه ونهنيو روحينا ولا نهنيو راسينا. هنا حاب يقول يولي ما عندناش بروبليم، علاه نستعملوا هادو لي كود وساد فاتيك سا. دونك نقول لك وي جو سوي داكور نستعملوا هادو رانا منين، مي سي با افيك توت لي كاركتير دو كلافي او دو كي ليكزيست دو كلافي او كي نيكزيست با دو كلافي. صافي دير اليونا دي كا بارتيكولي كي اوني اوبليجي ديتيليزي لي زونتيتي في الاتش تي ام ال. ودرك نبينو لي دو كا بلي بريسيزامون في الاتش تي ام ال، نبينوهم بلي لو كان ما تكونش عندنا لونتيتي ميم سي تكون عندنا هذا جو دو كوداج هذا يعني المجال تاع الكوداج هذا اللي تيفوي التيب دو كوداج، ميم سي يكون كاين في الكود تاعنا في الاتش تي ام ال وما يحلناش هذا المشكل، تحل لنا هادو دو مشاكل اللي راح نريبريزونطيهم او بيان لي دو بروبليم اللي راح نريبريزونطيهم ان شاء الله في هذا الدرس، ما تحل منا ولا ما دير لنا لا سوليسيو تاعهم غير لي زونتيتي. دونك سي سا لوتيليتي او بيان قوه لونتيتي في الاتش تي ام ال والهدف من هذا الدرس في الاتش تي ام ال. دونك حنا هنايا باش نيفيتيو نمشيو هنايا نديرو هذه اون كومونتير باش نبينو في الدرس تاعنا يعني مفهوم لونتيتي وليتيليزاسيون دي لونتيتي كومون ليتيليزي. باغ اكزومبل حنايا كي سجلنا ونديرو نقولو عندنا لي بروبليم هاد، عندنا لي بروبليم هادو قلنا حنا هادي هنا عندنا ان غراف يعني كاركتير بهذا الشكل غراف، وهذه اج وهذه شابو. دونك حنا عندنا هذا الكود واش يريبريزونتنا؟ يريبريزونتنا الاو اكسون جايه اج. دونك واش خصنا نديرو؟ نحيو الاو هذه نركبو الاو تاعنا فوالا سيبريمي الاو ونحطو الاو تاعنا نورمال كيما رانا نشوفو ونحطو الاو اكسون يعني نحطو الاكسون. دونك ولات هذا الكود كامل هو الاكسون فوق الاو ميم شوز ايسي. عفوا يعني هنا نكتبو الاو نسبريميو هذي نكتبو الاو ومن بعد نكتبو الكود تاوعنا. دونك هنا نسبريميو هذي، دونك هنا واش هو بوزي
يعني هذا درنا له الاو اكسون هنا هكذا. الا هذه نشوفوا فيها باللي جايه اج، يعني جايه اج، الاج هي لو برومي. غلطنا هنا نورمالمون، هذا يجي غاف، هذا هو سي جي غاف، بعد ابريل ا جي اج. صافي دير انا نشوف لافيشاج هنا، الكود الاولاني هو اج تاع ال ا، نهزو الاج هذا تاع ال ا، يعني وتحط هكذا كي نديرو هذا، يعني حطينا الشابون اج فوق ال ا. زين نجيو سويفر مارك ديبوزي، ديبوزي سي لو ميم تريك، سي ميم نوسيون اللي كنا نشرحو فيه. هزو غير برك كوبي كولي، يعني انتهينا من المشكل. نحيو هذه، نعاودو نحطوها. ديزاين سي سي ميم شوز، يعني نحطو الاو ومن بعد ابري نحطو هذه، يعني جايه جايه لو دوزيام، يعني اج نحطو لها اج. هذا حطينا لهم غراف، يعني لا مارك غراف اكسون، وهذه درنا لها اكسون، من التيب تاع لاكسون هنايا جايه اج، وهنا التيب تاع لاكسون جايه غراف. هنا تخص باغ اكزومبل نسجلو هنا نشوفو اسكو البروبليم تنحى ولا لا. لا تريبيا بروبليم تنحى، هذه والا وديبوزي وديسيني. دونك مازالت لنا بليتو وهذه لاباستروف، لاباستروف اوسي نقدرو باغ اكزومبل نسبريميوها منا هكذا، نقدرو نحطوها ديريكتومون، نقدرو نسبريميوها ونديرو لها لاباستروف. لاباستروف كاينه لونتيتي لابوستروف، بعد باذن الله في التالي سوف نعلم، سوف نتعلم عن لابوستروف. بور لو مومون نكتبوها هكذا لابوستروف، يعني نقدروا نكتبوها في الاش تي ام ال سامار. دونك تخصنا بليتون، بليتون هذيك انا نشوفو هنايا شابو. دونك وين راهي الشابو؟ هنا، يعني نحطو هادي هكذا ونحيو هذا الشابو تاعو. فوالا بلاصة الشابو هذاك نحطو حنا الكود تاعنا هذا اللي هو الشابو فوق الأو، يعني هنا تخصنا الأو نسجلو. طري بيان هاي تسقمت، تاك 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 تاك. اس ام و تي ام هذا حاب نكتبهم ان سارتان فورما، كار سيتين سيتين اونطري تاع كلافي، يعني خصنا نديروهم داخل كاب اي دي كيما تعلمنا كا اي دي. نسكرو ونجيو هنا نسكرو كاب اي دي تاعنا. ميم شوز هنا ثاني نستعملوها ان كاب بي دي. تعرفنا احنا على ك بي دي واش تعمل لنا، هي باليز اللي نكتبو على انتيريور تاعها، نكتبو تو سكي اونطري دو كلافي باش تكتبو لنا ان سيرتان فورما. فوالا انا نشوفو الفورما تاعها هنا، هذه ك بي دي سي با بي سي كا بي دي دي. نسجلو نشوفو النتائج. فوالا ان سارتان فورما تخي بيان. دونك هذا الشيء اللي تعلمناه هنايا، واش هذا التيب الاول تاع لي زونتيتي، يعني يكونوا نيميرو، يكونوا ان سارتان نيميرو. دونك راح نشوفو التيب الثاني اللي هو يكون عبارة عن واش، اللي هو يكون عبارة عن نيم. ها تشوفو هنا نيم، يعني دياز هذه نيم، دياز اند نيم، اند نيم، وعندها ليكيفالو تاعها اند دياز رقم، ان دياز رقم. هذه هنا يعني نقدروا نكتبوها بزوج حالات، يعني احنا نسجلوا هنا باش مونطون نشرحوا. دونك هنا راني نشوفوا سوبيريور انفيريور انفيريور سوبيريور سوبيريور، معناتها هنا انفيريور انفيريور، يعني الانفيريور بالنايم وانفيريور بالرقم، انفيريور بالنايم وانفيريور بالرقم. دونك نقدروا نستعملوا هذه ولا هذه. حنا قلنا لي جون بريفيريو هذو باسكو يشتيو يكتبوا بهذه باسكو بلو بويسون، يعني البروزور تاعنا يسيبورتي رقم كبير من لي زونتيتي افيك نيميرو، وكاينين دي زونتيتي مي يسيبورتيهم بالنايم وما يسيبورتيهمش، مش كل، مي هنا يسيبورتيهم كل. سي سا لافونتاج تاع النيميرو هنايا، لونتيتي افيك نيميرو. حنا درك في هذا المعلومة رقم اثنين من هذا البارتي رقم واحد في لي زونتيتي في الاش تي ام ال، حابين نكتبو هذه. نكتبو باغ اكزومبل درنا ان باراغراف نورمال غلقناها، ومن بعد قلنا كتبنا ان باراغراف، حتى الان كتبنا باراغراف نورمال. في الباراغراف هذه قلنا ذيس از، يعني حلينا وشوا
فرضوا بلي هذه ما كانش، فرضوا بلي this is، ومن بعد ابريل هذه تاغ كايورد، يعني نحيو علينا هذه، نقولوا واش هو، نقولوا this is هذه تاغ، هذه تاغ كايورد، يعني نقولوا فوالا، نقولوا هكذا this is هذه تاغ كايورد ان HTML، فوالا ان HTML. دونك حنا واش حبينا في شيو هنا، حبينا في شيو نقولوا هذه هي هذه هكذا، نهزوها كيما راهي، نحلو ان ك كبيدي جديد، ونقولوا باغ اكزومبل نعطيو مثال، نقولوا اورانج هكذا باش تتضح الفكره، نقولوا اورانج ونورجستري فوالا، نقولوا this is، يعني this is كوا هذه اورانج، وش بها راهي تاغ في الكاي يعني هي عباره عن تاغ كايورد ان اتش تي ام ال. احنا في بلاصه اورانج هذه باغ اكزومبل نحيوها ونكتبوا المعنى الحقيقي، يعني هذه تاغ كابيدي، هذه تاغ كابيدي كتبناها في انوتر تاغ، يعني هذا انوتر تاغ باش نبينوا باللي هذه سيتي اونطري تاع كلافي، يعني فخناها بالكلافي، نكتبوها بان سيرتان فورما كما رانا نشوفوا اورانج هنا كتبتها هنا بان سيرتان فورما، سي بور سا حطيناها اونطر هذه اي هذه. مي حابين حنا نافيشيو هذه، دونك لو كان نسجلوا نشوفوا، عفوا لو كان باغ اكزوم نسجلوا الدوكيمون تاعنا، عفوا سمحوا لي سكرت الدوكيمون تاعنا، دونك ولينا هنا باغ اكزوم لو كان نسجلوا ونجيو هنا نشوفوا بلي ما يافيش لنا حتى حاجه. علاش ما يافيش لنا حتى حاجه هنا؟ باسكو هو اصلا حنا قلنا له افيشي لنا هذه طاق داخل الطاق هذه، هو ما فهمهاش، حاب يقول هنا هذه فهمها راهي طاق كابيدي في الاش تي ام ال، ما قدرش يافيشيها لنا، قال لي ما حطيت فيها والو، ما حطيت ني هنا اكريتور ني هنا اكريتور، لازمك تحطي اكريتور باش نافيشي لك، وانا حاب نافيشي هذه، انا حاب باغ اكزومبل نكري باج ويب، وباج ويب هذه نشرح فيها لي طاق تاع الاش تي ام ال، نكتب انا الطاق هذه نقول باغ اكزومبل زيس هذه الطاق، يعني قاعد نعطي في لا ديفينيسيون تاع لا طاق هذه، دونك هنا ما يسمحلناش، هنا ما كاينش ميم سي باغ اكزومبل نجيو نقولوا وين راه الجو دو كاركتر لي وكي وين ديفلوباوه وحطوه في لا ماتي لو طاق بيا لا باليز ميتا، هذا لي تي اف ويت، ميم سي نحيدو هذا لا لين باش تحينا البروبليم هذا، يعني حبي يقول تافيشينا طاق ما راحش تافيشيها، ميم سي هنا كون نجيو ميم سي هنا كون نجيو نشوفو ما تبدل والو فيها، باسكو سيتي طاق بري ديفيني في لاش تي ام ال هي في شهر نورمال، كون نجيو ناكتياليزي ما يتشونجا والو، دونك ما عندنا حتى ما عندها حتى معنى هذه، ميم سي هذه لي تي اف ويت الجو دو كاركتر هذا اللي يحتوي على جميع لي كاركتر تاع الكلافي واللي ما كانش في الكلافي ما قدرش يحل لنا هذا لا سوليسيون، دونك شكون يحل لنا لا سوليسيون؟ هي لي زونتيتي، ما كيخصنا حنايا وشوا باش نيفيتيو هذو الاقواس، تداخل الاقواس مع تداخل الاقواس مع مع اقواس الاش تي ام ال، نحيو الانفيريور ونعوضوه بالرمز تاعو، هذا الرمز هكذا معناتها انفيريور، زين نجيو لهذا هنا، هذا حنا حابين نافيشي ونعوضوه بانفيريور، هذا سيبيريور كيف وهذا سيبيريور كيف، نحوهم يعني نسيبريموهم ونعوضوهم بلونتيتي تاعهم، يعني الكود اونتيتي تاعهم، يعني هنا واش هو، حصرنا كابيدي بين انفيريور وسيبيريور، وحصرنا اونتي سلاش كابيدي بين انفيريور وسيبيريور، في هذه الحاله تم عرض واش تم عرض لا باليز اللي كنا نشوفوا فيها قبيله اللي هي كابيدي باليز دو فيرميتير باليز دو فيرتير باليز دو فيرميتير، تم عرضها داخل الكابيدي، وهذا ما سنراه في لافيشاج، تري بيان رانا نشوفوا تم عرض الكابيدي، درك حنايا في باش اتش تي ام ال كي نحبوا نشرحوا لا باليز كابيدي سي فاسيل، يعني نكتبوا هذه لونتيتي وراح تافيش لنا هنايا، درك هنا ما راحش نلقاو بروبليم، هنا تكمل قوه لونتيتي في الاش تي ام ال، وهذا الرول برانسيبال اللي لازمنا نفهموه باللي لونتيتي راهي تري امبورطونت في الاش تي ام ال، دي فوا كي نجيو نكتبوا دي باليز باغ اكزومبل افيك دي سيبيريور دي انفيريور، هذو الاقواس راحين يتداخلوا ميم سي في العمليات الحسابيه، العمليات الحسابيه والله الشرطيه في الاش تي ام ال باغ اكزومبل
نحب نافيشيو كيلك شوز هكذا تاع شرط باغ اكزومبل اف اوف اف اكس سوبيريور ا واي، هنا راح يدخل السوبيريور هذا مع لي سوبيريور تاع لي باليز. دونك بانيفيتيو هذا البروبليم نحطو هذه لونتيتي الكود تاعها، نعطيو له الكود تاعها، الكود تاعها هذا هي يفهمو ديريكت بلي راهو سوبيريور تافيشينا ريزلتا. هذا من نقطة من النقاط المهمة في استعمال لونتيتي في الاتش تي ام ال، ميم سي جو دو كاركتير تي اف بي تي لاغيف با باش يحل لنا هذا المشكل، ماقدرش باش يحل لنا هذا المشكل. دونك حاجة مليحة. المعلومة الأخرى اللي راح نتعلموها إن شاء الله هي الدبل كوتيشن والسنجل كوتيشن في الاتش تي ام ال افيك لابوستخوف، كيفاش نقدروا نديروهم بلونتيتي دو كاركتير. انا حاب نيكزيكيتي التكست هذا، هو يعني راح يكزيكيتيه ما راح يعطيني حتى مشكل. البروبليم سي كو فوالا، هنا افيش لنا لو برومي سيتين اند، لونتيتي برومي سيتين اند سوا نيم سوا نيميرو. الدوزيام سي كوت يعني عفوا كيوت صافي دير كوتيشن، ومن بعد ابري ابوستروف صافي دير سينجل كوتيشن. درك حنا باش باغ اكزومبل هذه احمد وافيشيها هنا نورمال سون بروبليم، مي حنا نحبو نتعلمو لونتيتي، يعني نهزو هذه دوبل كوتيشن يعني لونتيتي دوبل كوتيشن ونحطو دوبل كوتيشن. احمد نحصروه انتر دوبل كوتيشن، ها حصرناه انتر دوبل كوتيشن. محمد سينجل كوتيشن، هاي سينجل كوتيشن ستين ابوستروف. نهزو محمد ونحصروه سينجل كوتيشن، وهذه نحيو هذه سينجل كوتيشن ونعوضوها بالكود اونتيتي تاعها، نعوضوها بلونتيتي. هنا ثاني هذا لابوستروف نحوه ونعوضوه بلونتيتي تاعو، فوالا نسجلو راح نلقاو الميم ريزلتا، فوالا سا شونج با الريزلتا قعدت هي نفسها. هذه ثاني بوا مهمة نتعلمو، هنا تعلمنا وشوية ثاني، تعلمنا كيفاش نديرو دوبل سينجل كوتيشن و دوبل و سينجل كوتيشن، و سي كيفاش نديرو هذه لابوستخوف. لابوستخوف تعتبر وحدة من هذا، يعني هنا سينجل هنا دوبل وهنا ابوستخوف، يعني نعوضوها بلو ميم كود. هذه هي لونتيتي، يعني لونتيتي هنا نيم وهنا لونتيتي نمبر دو تيب. حنا دابيتيد الناس يستعملو هادو باسكو بويسون البروزر تاعنا سيبورتي بزاف لا غام، فوالا دونك هذه حكينا عليها. تخي بيان هذه نقطة أوسي مهمة نتعلمو هذا الشيء، حاجة مليحة. معلومة أخرى من هذا البارت نيميرو أن هي أنه يعني هنا لي زونتيتي راهم دي زانفورماسيون، يعني هنا انتقيت دي زانفورماسيون نيسيساري تري زامبورتون لازمنا نتعلمهم في لي زونتيتي. يعني خص الواحد يعرف لونتيتي في الاتش تي ام ال، ميم سي افيك لا ديرنيير فيرسيون تاع الاتش تي ام ال 5 انتيغراو لا باليز ميتا وعطاوها ان اتريبي شار 7 اللي تهز لا فالور اي تي اف 8 اللي هو جو دو كاركتير اللي يحتوي جميع لي كاركتير تاع الكلافي ميم سي تاع المات. هذا ما يمنعكش باش تتعلم لي زونتيتي باسكو ا لا باز سي كيلك شوز تري امبورطونت. وقلنا لان دي غيزو اللي يخليونا نتعلمو لي زونتيتي هو انه كيما هنايا كي جينا نافيشيو نافيشيو لا باليز هذه ما قدرناش نافيشيوها ميم سي افيك لي تي اف 8، توبليجي علينا نستعملو الكود اونتيتي تاع سوبيريور انفيريور باش نافيشيو لا باليز، باسكو اعتبرها لاش تي ام ال كوم ان باليز لي بريديفيني عندو. فوالا هنا باغ اكزومبل في لي زونتيتي هذه درنا نبيرو هنا باش نديرو صوت على لين، هذا مكان هنا كرينا باراغراف. انا حاب نافيشي هذه 4000 اورو، حاب نافيشي سين هذا هنا سين باراغراف يو سالاري ايز، ما كان حتى بروبليم هنايا. البروبليم افيك الاورو هذا لانديس تاع الاورو يعني العمله. حنا كي نافيشي كي نورجستري شوفوا النتائج، يعني النتائج يعني كي نعودو نشوفو هنا صرنا الاورو شو كتبوا لنا، كتبوا لنا بهذا الزي. دونك لو كان نحيدو لي تي اف ويت الاورو راح يعرفوا لانديس هذا بالاي تي اف 8 الي انكلو دون لو جو دو كاركتير تاع لي تي اف 8 راهو انكلي. يعني كون نجيو هنا ونحيدو هذه باغ اكزومبل هكذا، نحيدو هذه هكذا راح نحلو مشكل. وقلنا لي تي اف 8 الي ايفيدون الي ايتي ديتيليزي، مي حنا حابين نتعلمو قلنا لي زونتيتي، خلينا نتعلمو لي زونتيتي نساو لي تي اف 8 في الفيرسيون الاخر تاع الاتش تي ام ال. حابين نتعلمو لي زونتيتي الانواع تاعهم كيفاش تتكتب،
وون بليس عطينا لامبورطونس تاع تعلمها في لافيشاج هنا. دونك زين نشوفوا النوتر اكزومبل اللي هو اكزومبل يعني امبورطونت اللي بين لنا لامبورطونس تاع استعمال لي زونتيتي في الاتش تي ام ال. نعم نجيو هنا باغ اكزومبل كيما هنايا هذه الاورو هذه دونك باغ اكزومبل كنسجلو نحينا الاي تي اف 8 فوالا راح يبان لنا لو ميم بروبليم. باش نيفيتيو البروبليم هذا نهزو الكود اونتيتي هذا ونحيو الاورو هذا ونعوضوه بالكود اونتيتي تاعو. هنا راح نيفيتيو البروبليم تري بيان ولاتنا اورو. يعني كاين بزاف كاين ساند كاين باوند كاين ليون الين الين الياباني هذا جو بونس تاع وي فوالا. ابري المعلومه التاليه اللي راح نتعلمو ان شاء الله هي هذا ثاني تري امبورطون لازمنا نتعلموه هنا في الاتش تي ام ال اللي هي الكوبي رايت والريجيستر و تريد. هادو السيد المعلومات يعني انتقيتهم يعني حوايج نقولو امورات من المهم تعلمها في الاتش تي ام ال. باغ اكزومبل كوبي رايت ونجيو لاباج تاع اورانج هنا باغ اكزومبل هنا نشوفو بلي كوبي رايت تاع اورانج طاك انا هزيتها من برك هادي الكوبي رايت حطيتها هنا. دونك هادي الكوبي رايت تاع اورانج صافي دير كوا صافي دير قبل ما نشرحو هادي نوليو الدرس تاعنا هنايا ونقولو بلي حنا حابين نافيشيو هادي بهذا الزي هنا في لافيشاج وحابين نافيشيو اورانج تي ام انتل ار في هذه لاباج يعني حابين نافيشيو فوالا. خصنا حنا سجلنا الكود باه نربحو الوقت يعني نخسروا الوقت غير في ليكسبليكاسيون تري بيان. راهو افيشي هنا دونك افيشي هنا افيشي هنا هنا كيما رانا نشوفوا الكوبي رايت هنا ها الكود تاعها افيشي هنا سي سي يعني افيك نيم افيك نيميرو افيك نيم افيك نيميرو افيك نيم افيك نيميرو ها هنايا تري بيان ما عندنا حتى بروبليم هنا. البروبليم سي كو هنا لاروباز هذه كي نقول لاروباز سي اونتيري بار ان سيركل يعني المحيطه بسيركل شوفها كيف افيشي هنا الار شوف كيف افيشي تي ام شو كافيشي هنا بروبليم. دونك لو كان نروحو نحيدو لا باليز ميتا اللي تحتوي على هذه راح تحل لنا البروبليم قلنا تريزد لنا البروبليم هنا ما كاش مشكل باسكو هادو دي كاركتير انتيغري وين في لو جو اي تي اف 8 في الجو دو كاركتير اي تي اف 8 يعني ينتميو للجو هذاك يعني تحل لنا الميتا دروك نحيدو تحل لنا البروبليم. حنا حابين نحيو البروبليم هادو باستعمال لونتيتي كود اونتيتي. دونك هنا باش نحلو البروبليم نهزو هادي كود في بلاصت كوبي رايت هادي نحيو نحطو كوبي رايت اورانج لو ميم تريك هنا ريجيستر هنا نحيو اف نحطو ريجيستر تي ام هي تريد نحيو تي ام نحطو هكا انا رايحين نحيو البروبليم هنا نشوفو البروبليم تري بيان. دونك تنحينا البروبليم ولات لنا مافيشيا ريغلومونتير كيما هنا تاع اورانج ما رانا نشوفو هنا هنا واش عندنا باغ اكزومبل سي اورانج 2007 يعني لو ميم شي سي اورانج 2007. والمعلومه يعني اللي نقدروا نزيدوها في هذا الدرس زياده على الدرس هي انه كي نقولوا باغ اكزومبل كوبي رايت اورانج 2017 هذا الكوبي رايت هو انديس يعني هو بلي يوتيليزي سيرتو بور لي زانفورماتيسيان تو سكي سيونتيفيك يعني خاصنا نتعلمو هذا الهنديس. الهنديس هذا كوبي رايت هذا معناته واش معناته كي نكتبو ليغال ماتر كوبي رايت معناتها هذا الهنديس ترجمة تاعو واش معناتها ترجمة تاعو اننا نقولو للبيبليك للبيبليك يعني بوغ انفورمي لي جون او بيان لو بيبليك كو كو لو كوبي رايت تاع اورانج يعني اورانج هذا يعني اورانج عندها ان كوبي رايت existe في un autre ouvrage soit littéraire soit artistique. هذا واش معناتها هذا سي اونتوري بار ان سيركل معناتها اورانج راهي هزت الكوبي رايت تاعها هزت هذو الصفحات الباج تاعها هذو هزتهم من ان من ان اوفراج يعني تعلم نعملو بوبليك بلي هزيناه من ان اوفراج كي ليكزيست مونزين اوفر بيب ليترار او بيان ارتستيك. وهنايا
دائما وابدا نستعملو نتابعو هذا لانديس بار ليديتور لوتر لوتر يعني اللي دار ليه هو اورانج ولا دات دو بوبليكاسيون يعني وقتاش بيبليه في 2007 وشكون اللي كتبها هو اورانج. وهنا باش تقول لنا باللي ها لي دروا لي دروا تاع واش الدروا دو كوبي رايت يعني لي دروا من هزينا هذا الدوكيمون هذا اللي افيشينا في لي باج ويب هذو راهم تيكزيستاو في ان اوفر في ان اوفر ou bien un ouvrage artistique ou bien littéraire. يعني ديجا لوفراج هذا كاين او اكزيست مازال ما تنحاش يعني نهار يتنحى تولي ما عندهاش كوبي رايت. هذا بالاضافه ل لو ميم شوز بالنسبه كي نقولوا هنا كي نقولوا هنا اورانج تري انتل الي ريشت معناتها واش انتل باغ اكزومبل كي نجيو هنا لوغو تاع اورانج لوغو تاع اورانج هنا نشوفوا بلي مكتوبه تي ام يعني بالمناسبه هنا باش نفهموا تي ام و تي ام وهذه باغ اكزومبل كون نجيو اللوغو تاع انتل هنا تاع انتل نلقاوها ار بار كونتر الانسايد تي ام والكور هي تي ام والانتل اي ار. هنا صافي يدير كوا صافي يدير كو نبداو باورانج اورانج عندها اللوغو اللوغو اورانج هذا اللوغو سوا راهو ديبوزي في ان في شركه الشركة الوطنية التجارية لإيداع لإيداع الإشعارات يعني سوا راهي اللوغو تاعها أونكور أونكور دو تريتمون يعني حطيناه ديبوزيناه ديبوزينا اللوغو تاعنا في هذه الشركة أونكور دو أونكور دو تريتمون مازال ما صراش تريتمون سوا لونتربريز أورانج ما ديبوزاتش أصلا اللوغو تاعها في هذه لونتربريز. والهدف من ديبوزي لوغو تاعك في ان انتربريز دو لونتربريز ناسيونال او بيان لورغانيزم ناسيونال دو دو كوميرس دو ديبو دو ديبو دي لوغو الهدف منها هو لا بروتيكسيون دو لوغو تاع لونتربريز يعني هذه لورغانيزم يعني تحفظ لك اللوغو تاعك من اي تلاعب ولا من اي انتربريز وحده اخرى تقلد اللوغو تاعك يعني راح تمنحها ومن وضع لوغو يشابه اللوغو تاعك. هذا هو الهدف من انه لونتربريز دير اللوغو تاعها وديبوزيها في هذه لورغانيزم ناسيونال. بار كونتر هنا اورانج نشوفوا باللي ماهيش لا مارك تاعها لا مارك اورانج اي نا با ديبوزي دون لورغانيزم ناسيونال. بار كونتر ايسي انتل لا مارك تاع انتل الي ديبوزي دون لورغانيزم ناسيونال. دو ديبو دي لوغو يعني اللوغو هذا تاع انتل راهو ديبوزي في لارغانيزم ناسيونال باغ اكزومبل اي واحد يجي يتلاعب باللوغو تاع انتل لورغانيزم انترناسيونال هذه راح دير له عقوبه ولا راح دير له ما تمنعوش يعني يدير لوغو يشابه اللوغو تاع انتل باسكو راهو محمي من طرف هذه لورغانيزم. بار كونتر كما نشوفو هنا انسايد ونشوفو كور تي ام تي ام معنتها الرمز تي ام معنتها اللوغو هذا تاع انسايد وهذا تاع كور اي نا با اونكور ديبوزي سوا راهو اونكور ديبوزي سوا راهو ما ديبوزيش اصلا في هذه الاورغانيزم ماهوش محمي يقدر اي واحد يدير لوغو كيما تاعو هنايا وما عنده حتى دروا باش ما عنده حتى دروا يعني ماهوش محمي اللوغو تاعها اي واحد يقدر يقلدها. تقدر لونتربريز اللي دير باغ اكزومبل ان جوجمون كونتر لوتر اونتربريز اللي قلدت اللوغو تاعها. دونك هذه اونتر بارونتيز باش نفهموا واش معناتها الار واش معناتها تي ام. يعني الار معناتها اللوغو تاعك راهو اوريجستري ديبوزي في لورغانيزم التي ام يعني اللوغو تاعك ماهوش اوريجستري في لورغانيزم. يعني هذه معلومات يعني مفيده الواحد يتعلمها في الانفورماتيك. ثاني كاينه حاجه نتعلموها هنايا اللي هي باغ اكزومبل حابين نديرو نيسباس يعني نيسباس هذه ثاني حاجه او بيان نقطه مهمه اللي لازمنا يتعلموها في لي زونتيتي يعني وهذه النقطه هنايا في ليسباس ما تقدرش لي تي اف ويت اللي هو الجو عفوا لي تي اف ويت هذيك اللي هي جو دو كاركتر اللي تحتوي جميع لي كاركتر تاع الكلافي ميم سي لي كاركتر اللي متواجدينش في الكلافي هذا الجو اللي يحتوي على جميع هذه الكاركتر ما لا يستطيع ان يعوض ليسباس فلاش تي ام ال. باغ اكزومبل حنا حابين هذا ليسباس ها شوفوا هذا ليسباس حنا باغيين نديرو كاع هذا ليسباس فلاش تي ام ال
يعني لو كان نون ريجستريو نسجله، يعني هنا نشوفوا باللي نشوفوا هنا باللي كيف نقولوا عفوا هنا كيما رانا نشوفوا هنا درنا ان سباس مي هنا في الاش تي ام ال ما كريناش لي سباس هذاك، حنا حابين نكرياه ريالمون، يعني ميم سي نزيدو في لي سباس يعني باش نتاكدوا باللي حنا درنا سباس في الاش تي ام ال وفي البراوزر ما سيبورتاش هذاك لي سباس، يعني ما سيبورتاش ميم سي هنا تدخل قوت لونتيتي، ناكد ونعاود نقول باللي هنا تدخل قوت لونتيتي، ميم سي لو كان نجيو هنا نعاودو هذا لا باليز، يعني نزيدو هنا لا باليز ميتا باريزون، عفوا كون نجيو هنا باغزوم حنا درنا هذا لي سباس كامل، خصنا نجيو هنا هو يعني لو ميم كود سي جوست نزلو هادي فوالا، نجيو هنا باغزوم نحيدو هذا الشي هنا وراه هادي ميتا باغ اكزومبل ميتا هنايا، نجيو هذه ميتا نحيدوها هاك كوم سا ونسجلو الخدمة تاعنا، دونك ميم سي نحيدو لا باليز ميتا واش رانا نلاحظو، يعني رانا نلاحظو لي قال يعني لي سباس مازال هو هو هنا، يعني نجيو هنا هاك هنايا يعني هنا درنا لي سباس ان غرون دي سباس، مي بار كونتر هنا ما صرا والو، ميم سي حيدنا هنايا لا باليز ميطا تاوعنا، يعني هنا كيما قلت تاتي قوة، يعني تاتي قوة لونتيتي هنا، ميم سي درنا هذا جودو كاركتر نحيناه ما تغير والو، هنا تدخل قوة لونتيتي، يعني هنا ميم سي الجودو كاركتر ريسون لي ديفلوبيو مع الدرنيير فيرسيو تاع الاش تي ام ال اش تي ام ال 5 ما قدرش باش يحل لنا البروبليم، هنا تدخل قوه لونتيتي، حاب يقول كاينه ان اونتيتي يعني ان كود اونتيتي لي سيبورتيه الاش تي ام يعني ريزيرفي في الاش تي ام ال، خصنا نكتبوه باش يكري لنا البراوزر يكتب يدير لنا ان سباس ريال، يعني هنا ما عطاناش لي سباس ريال، يعني حنا هنايا اون رياليتي درنا ان سباس مي ريالمون ما قعدش تافيشا، هنا تدخل قوة لونتيتي خصنا نكتبو ان كود سو فورم اونتيتي، هذا الكود اللي هو اند ام بي ام بي اس بي، هذا الكود باغ اكزومبل نديرو لي سباس كوم سا، يعني قد ما دير لي سباس يعطيك لي سباس، تخي بيان درنا لي سباس ريال، هنا كريانا ان سباس ريال، هنا هذا لي سباس ريال ما نقدروش نديروه بهذا الجودو كاركتير، هذا الكاركتير اونتيتي دو كاركتير هذه ما كانش فواه ما تيكزيستاش في اليو تي اف 8 اللي هو لينيكود جودو كاركتير ريسون ديفلوبي افيك لي تي ام اس، دونك هنا تدخل قوة لونتيتي، هذه ثاني حاجه تخلينا نتعلمو لونتيتي ونفهمو لونتيتي نمبر ولونتيتي نيم، كيما هنا رانا عندنا لونتيتي نيم حاجه مليحه، و اون جينيرال يعني باش نتعلمو لونتيتي هي كيفاش، لونتيتي قلنا لو تيب لو بو بويسون هو تاع الارقام، هو لو بو بويسون يعني عندو ان غام ان سيبور كبير يسيبورتيه البروزر تاعنا، حنا نحبو نكتبو باغ اكزومبل نحبو نكتبو في النومبر نكتبو اند ان دياز ومن بعد نتبعوه بحال رقم، مهما يكون الرقم هذا سوا هذا الرقم سوا 45 ما على باليش باغ اكزومبل كوم سا، اي رقم تكتب باغ اكزومبل وتسجل تشوف لي ريزلت فوالا كتب لك هذا الرقم، يعني هنا خصنا نديرو ام بي ار جوست باش يدير لنا صوت لاني باش نفهمو واش قاعد يصرا، زين نجيو هنا سي جوست بي ار باش نشوفو العمليه يعني كيفاش قاعده تصرا، فوالا دونك هنا نحبو نبدلو الرقم هذا 500 400 بيان افيشنا ايبسيلون باغ اكزومبل نقولو هذا ايبسيلون باغ اكزومبل هنايا نديرو جو سي با نديرو ا ماجيسكيل افيك 45 كوم سا نشوفو
الكاركتر اللي راح يمدلنا، مدلنا هذا الكاركتر وبيا هنا 0 0، سجلوا ونشوفوا النتائج. يعني خلاصة القول هنا وش هو؟ خلاصة القول هو انه الكاركتر يعني اونتيتي كاركتر، يعني هما كاينين لي بريديفيني بالنوامر تاعهم ديريكتومو، شاك نومرو تكتبوه عنده الكاركتر تاعو سبيسيال ما يتشونجاوش، يعني راهم ريزيرفين في الاتش تي ام ال. سوا لا خفات كامل وما تعرفش كيفاش دير اونتيتي، تقدر تكتب اونتيتي هكا برك، يعني هذا هو السنتاكس تاعها، تعطيك اي اونتيتي وتحفظها ولا تورجستريها وتعرف لي زونتيتي اللي كاينين، سوا تكونسلتي الانترنت، يعني راح تعطيك جميع لي زونتيتي والكوداج تاعهم، تعطيك يعني الكاركتر والكوداج تاعو في لونتيتي. دونك اخر حاجه باذن الله راح نتعلمو في هذا الدرس اللي هو جد مهم هو في لي زيكسبريسيون ماتيماتيك، يعني حاجه مفيده نتعلموها اللي هي كيفاش نديرو ان اكسبريسيون ماتيماتيك كيما هذه، عفوا كيفاش نديرو اكسبريسيون ماتيماتيك كيما هذه، سي جوست هنا نديرو ان ديرو ونسجلو الخدمه. دونك هنا في لي زيكسبريسيون ماتيماتيك عندنا هنايا لونسومبل دونتيتي، التيب تاعهم هو اونتيتي نايم، هنا كيف ثاني لونسومبل دي دونتيتي التيب تاعهم نايم. دونك حنا نستعملو هذا لونسومبل وهذا لونسومبل تاع لي زونتيتي ماتيماتيك كامل تاع المات، هادو نستعملوهم باش نديرو دو زيكسبريسيون ماتيماتيك. باريكزومبل نافيشيهم في الوورد، نافيشيهم عفوا في البراوزر، نشوف نسجلو ونشوفو لي ريزلتا واش تعطينا. فوالا دونك اون فوا ايسي، يعني هنا راهي افيشت لنا الفا بيتا غاما ايبسيلون فلورال ديريفي اكزيستونس لونسومبل في، هنا ينتمي لا ينتمي والصوم كيما رانا نشوفو هنا، ينتمي لا ينتمي الصوم الفا بيتا غاما، يعني افيشها منا هادو كامل افيشها من هنا. حنا حابين نديرو تطبيق خفيف اللي هي هذه العباره الرياضيه كيما تشوفو حنايا، كتبناهم هكذا وافيشينا، يعني ما بانتش ليكسبريسيون ماتيماتيك تاعنا كيما يلزم الحال. دونك باش نيفيتيو البروبليم هذا، سوا قلنا دائما نعاود نقول سوا نيتيليزي لي تيافويت، في هذه الحاله، هذه الحاله يعني لي تيافويت الي براتيك اي امبورطونت، صافي ديك راح تريغلي لنا لو بروبليم تري بيان، يعني ريغلات لنا لو بروبليم باسكو هادو لي كاركتير، نعاودو نديروها كومونتير، باسكو هادو لي كاركتير اللي رانا نشوفو فيهم هنايا، هادو لي كاركتير كامل انكلي وينتميو للجو دو كاركتير اي تي اف 8، وعرفنا لو دوكا يعني لي دوكا بريسي لي ما ينتميوش للجو دو كاركتير، عرفناهم اللي هو كي نجيو نكتبو لي باليز في الاتش تي ام ال نبريزونطيهم في البراوزر ولا نديرو لي سباس، هادو لي دوكا ما ينتميوش لي تي اف 8 للجو دو كاركتير هذا. بار كونتر هادو ينتميو، قلنا حنا لا بلي بار تاع الكلافي ولا لي ما يتواجدوش في الكلافي لي كاركتير راهم ينتميو لي تي اف 8، مي كاينين ديكا كيما لي دوكا اللي شفناهم ما ينتميوش لي تي اف 8، لازمك تستعمل لونتيتي. دونك حنا باش نيفيتيو هذا البروبليم عندنا هذا كود تاع لاسون، كود اونتيتي تاع لاسون، نحيو هذا ونحطو كود اونتيتي تاع لاسون دو فوا ايغريك. باغزومبل ايغريك هنا كاين حاجه، ايغريك هو فاريابل خصنا نحطوه فار كوم سا، نديرو ان فاريابل فاريابل ابري نسكرو الحاضنه تاعنا. باغزومبل هادي الاي جي غير من تحت الاي جي تحت الايغريك هنا، كيفاش نديرو لها؟ كاينه ان باليز اللي تعلمناها اللي هي صاب فوالا. دونك هنا نبداو نيتيليزيو يعني لي باليز اللي تعلمناهم الدروس السابقه، فوالا راح تجي ايغريك اي من تحت غير هنايا تحت الاي تحت اسمو ابري هنايا اوس 2، هنا كيما نشوفو هنايا اوس 2، باش نديرو اوس 2 هذه كيفاش؟ يعني قوه 2 كاينه انوتر باليز كيما الصاب ولكن بال سي با بالبي افيك بي كوم سا، نحصرو 2 هذي كوم سا. ايبسيلون هذا قلنا نحيوه ونعوضوه بايبسيلون، هاهو كود اونتيتي تاعو ايبسيلون فوالا، نسجلو الخدمة تاعنا ونشوفو لا بروميير ريزيلتا تخي بيان. دونك ايكغيك اي جات من التحت او طلعت الفوق، هادو لاسوم كتبها لنا كيما كتبناها، خصنا هذا نديرو في فاريابل لانو ايكغيك درنا في فاريابل، نديرو هذا ان فاريابل فار كوم سا ونسكرو فار تاوعنا تري بيان. دونك اوميغا هذايا درناه فار وسكرناه
هنا اون فاريابل تعلمنا حنا كيفاش نديكرا لي فاريابل في الاش تي ام ال. دونك كيجي هنايا كيلكو سوا، كيلكو سوا يعني هي فلاو فريل هادي الكود الاولاني، يعني نحيو كيلكو سوا هادي ما يعرفهاش البراوزر تاعنا ونعوضوه بالقيمة تاعها. كيلكو سوا ينتمي انتماء هو زاين اند زاين هادي فوالا، نعوضو هادي ونحطو يوجد على الاقل نحيوه ونحطوه هيلي اكزيست الكود تاعها فوالا، يوجد على الاقل الفا بيتا غاما ها هم هنايا الفا نحيو ا الفا نحوضوها بما يساويها بيتا وسي هنا باش نربحو الوقت برك الفيديو تاعنا يجي خفيف عليكم بيتا ومن بعد غاما يعني نجيو ونحطو غاما تاعنا هنايا اوب دونك عوضنا كشاك كود عوضناه بالكود اونتيتي تاعو. زين نجيو هنا لا ينتمي لا ينتمي نو ثين هادي افيك ان بوان فيرغيلا لافا، نحيو هذا لا ينتمي ونحطوه افيك بوان فيرغيلا لافا، يعني تولي لك فوا الفا فوا بيتا فوا غاما، يعني شاك فوا نهزو الكود تاع الفا هذا الكود مثل لنا الفا يعني لونتيتي تاع الكاركتير الفا، هذا الكود تاع لونتيتي تاع الكاركتير بيتا لونتيتي تاع الكاركتير بيتا عفوا قلنا بيتا فوالا. واخيرا عندنا هذه غاما، غاما هذه ثاني نحيو الكود هذا ونعوضوه الكاركتير هذا ونعوضوه بالكود الكاركتير تاعها ديريفي بارسيال هاهي بار يعني سين ديريفي بارسيال تاع تاع واش تاع فاريابل اوميغا هذا يعني سيتين فاريابل اوميغا بارابور فاريابل يعني فار ايغريك اي يعني اي هذه قلنا نحطوها الصاب نجي كوم سا ونسكرو نحيو الاي هذا غير نحطوه هنايا يعني الاي راح يجي هنايا دونك والفاريابل ايغريك راح يجي فاريابل اي سين فاريابل ايغريك والاي هذا يجي من تحت نورمال تساوي المجموعة الخالية هذه الاس نحوها المجموعة الخالية هي واش هي امبتي يعني الكود تاع لونتيتي تاعها هي هذي المجموعة الخالية كاركتر هذا لونتيتي تاعو هو هذا نسجلو الخدمة تاعنا ونشوفو بلي لي زيرور هذوك راحين يتشونجيو طري بيان تشونجا كلش عندنا كالكو سوا ينتمي كالكو سوا يتواجد يوجد على الأقل ألفا بيتا غاما ينتميو الآن لا ينتميو الآن بحيث كي نديرو البرودوي تاعهم يساوينا لا ديريفي بارسيال بارابور إيكغيك إي تاع أوميغا ويساوي المجموعة الخالية فوالا. دونك هذا أن إكزومبل يعني أن إكزومبل كيفاش نكتبو بلي زونتيتي دونك هادو انكلي مي نقدروا نديرهم بلي تيافويت لي دو كا برينسيبال قلنا لي نعاودو نركزو عليهم هو لي سباس وكي نجيو نريبريزونطيو لي باليز في الاش تي ام ال في البراوزر هنا نتلاقاو بمشكل المشكل هذا ما يتحلش بلي بالجو دو كاركتير اي تيافويت يتحل الا بلي زونتيتي على هذا درت هذا الكور وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا الكور هو تعلم كيفاش نديكلاريو دي زونتيتي في الاش تي ام ال لي تيب تاعهم عرفنا بلي راه مريزيرفيين سي جوست نكتبوا الكود تاعهم والبراوزر يعطيهم لنا لانهم مريزيرفيين في الاش تي ام ال عرفنا بلي دو تيب نمبر نيم وعرفنا بلي دوكا هذوك ما نقدروش نعوضوهم بنامبورت كيل جو دو كاركتير سوف لونتيتي اللي لازم نكتبوها ريالمون في الاش تي ام ال اون بليس دو سا خصنا نتعلموا لونتيتي على باز à la base de HTML, même si les entités qui ont existé dans l'HTML 4. Mais avec l'HTML, la dernière version de l'HTML 5, où on a mis le TF8, char 7, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille de les utiliser. Je vous conseille de les utiliser. Parce qu'ils sont utiles, et à la base. Donc, actifez bien ce qu'il y a de l'information. J'espère que le cours est déjà présent. Que vous avez déjà utilisé le cours. إذا كنتم
عندكم استفسارات، انشغالات، أسئلة، لا تترددون بطرح الأسئلة أسفل هذا الفيديو، وأنا سأكون جد سعيد برؤيتكم تتفاعلون تطرحون أسئلة أسفل هذا الفيديو، وسأجيب عن أي سؤال عن أي استفساراتكم بإذن الله. جست خليوا لي دي كيسيون. إذا كان الكونتوني تاع الفيديو عجبكم، ما يخصكم غير ديروا سبسكرايب للقناة، شير للقناة، يعني دير بارتاج لهذه القناة مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأعمل جيم لهذا الفيديو. نعم، اعمل هذه الأشياء الثلاثة قبل أن تعمل كيت لهذا الفيديو. وأهلا ومرحبا بكم في دروس أخرى من دورة تعلم لغة الHTML، لأن إن شاء الله راح نزيد نعمل درس السادس عشر من هذه الدورة لتعلم لغة الHTML. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله وسلام الله عليكم.